هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا بعد قنبلة سالير الأجر اللي يضعفوا يدوبليه سمعوا واش راح يزيد يطلع في 2026 اسمع اسمع 2026 لو بي بي نتاعنا ان شاء الله فا ديباسي 400 مليار دولار نا قلم كشف المنتوج الداخلي الخام لو بي بي برودوي انتيريور بروت ديالنا قال لك في 2026 يوصل 400 مليار دولار يعني كلام فارغ في الفارغ على اي اساس دير لي انت تقول لي بلي في 2026 راح يكون ألف على أي أساس أنت تجي تقول لي راح تكون عندنا بي بي تاعنا يطلع كالصاروخ في عامين أنت في ربع سنين ما درت والو راه تقول لي في عامين راح تدير ولا في ربع سنين ما درت والو البي بي تاعنا حاليا سمعت راهو 195 مليار دولار هذا في 2022 195 مليار دولار راح تلحقوا 400 مليار دولار باش واستثمرت واش من صناعه راح توجد واش من فلاحه واش من منين راح يجوا الدراهم مام تبوبي البترول وكذا حال احنا اقتصادنا مبني على البترول لا طلع طلع البي بي لا حبط حبط البي بي ما عندناش منتوج اللي نتحكموا فيه عندنا منتوج تحكم فيه السوق الدوليه يتحكموا فيه اصحاب الكارتات ما نتحكموش في السعر احنا كان وقت نتحكموا في الاسعار ما ضرب ما بقيناش نحن اليوم رانا في عهد عسكر جبناء ما يقدروش يتحملوا مسؤوليه الشيء اللي راهم يديروا فيه رئيس كذاب يكذب هذا يعينني بكل وقع مرة الجزائر ما عرفت رئيس ضعيف لهالدرجة ولا دولة أخرى في العالم أنا عمري ما شفت رئيس ضعيف مثل هذايا ضعيف غبي وخرف بورقيبة كيخرف ما كانش يدير هكا بورقيبة كيخرف 86 سنة في عمره ولا ما كانش يقول نوصلوا للرقم الفلاني ولا نوصلوا لهذه ولا نديروا هذه ما كانش ما كانش في خرف ما كانش سبحان الله يعني بلاد اللي مش تمشي وتتدمر يقول لي راح تطلع 400 مليار دولار اذا نشوفوا اسكو قادرين بالربع مليار دولار بي بي تاعنا نعود نقدروا ذاك الوقت نرموا الاحياء تاعنا وقتها تروح الحمري في وهران رايب الجزائر باب الولاد رايبه قسنطينة راحة الجمال رايبه النابه كيف كيف دعوه راهين واروح لهنا اليوم اخ بعث لي صور تاع بالكور لا قيمه شوفوها بعد الجنجل